ودي حمدان. نعم يا حاج. رايح فيه؟ راجع المنظرة. انت اصلا راجع منين؟ كنت بوصل فرحة وراجع يا حاج. خلاص بقت شغلتك توصل فرحة. وصحة الحاج كويسة؟ زي الحديد. يعني بيروح المحجر كل يوم الصبح؟ كل يوم. كذاب، النهاردة الصبح ما راحش. النهاردة راح سوهاج. ايوه كده صح. كان بيقابل المهندسين بتوع الري؟ لا، راح ياكل جلاتي. انت هتتمقلت علي. ابدا يا عم الحاج، خد والد بيته وفرحه وراحوا سوهاج، كلوا جلاتي وتغدوا وتفسحوا وبسطوا وجو. هو فرحه برضو الحكايه مال حكايتي يا حاج؟ حكايتك انت، عمال تتكلم كلام بارد. يلا خدني في سكتك. عارف البيت طبعا؟ عارف يا حاج. حلوه عربيه الحاج محمد. لا مؤاخذة عم ابو ذكري، ما خدتش بالي منك. ليه؟ مش باين من الارض زلطة. خلاص يا عم ابو ذكري، مش قصده. خدوني معاكم المرسيدس عطلانة. على فين؟ هروح لابوك، وحشني قوي. ماشي يا عم ابو ذكري. وعر ابوك ده قوي يا جودة. اشمعنى؟ تلاقيه صاحي لكل حاجة، وعنده وقت للقلب. قلب ايه؟ الحب، اللهليب. لهليب؟ مال كلامك ملخبط كده يا ابو ذكري. أصابوك بيفهم في الحريم قوي، والبت حلوة. بت مين؟ فرحة. بيقولوا ان ابوك خدها سوهاج وفسحها وركبها مركب، وركنوا بالعربية جنب فندق كبير. عيب يا عم ابو ذكري، مش ابويا اللي هتتكلم عنه كده. وبعدين البنت فرحة دي بنت غلبانة ومؤدبة، وهتردع بنت اختي. ومال ما تردعها يا حبيبي، وبرضه هروح لابوك. يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي، عفريت والدي عفريت، مش جاي مش جاي، مش شايلاني عينيه ايديه. لولا ستر ربنا كان كلنا وخدنا تحت الارض. في ايه يا مرت عم؟ ما عفريت الا بني ادم يا مرت عم. انت مش مصدقاني كيف؟ ما شفتيش عينيه بتطج شرار؟ انت كبير ملوش قرار يا حاج، وانت مكشوف زي شويه الميه اللي في صنيه القلل. وانا عقلي يروح جنب عقلك. فين يا حاج؟ وخلي عندك وخلص يا ابو ذكري. لما هتيت فيا وسمعتني كلام يسم البدن عن الراجل الكبير انه ما ينفعش يتجوز بنت صغيره، اتأثرت قوي بالكلام واختشيت شوية على دمي، وسكت عن الفضيحة اللي انت عملتها لي في بيتي قدام مرتي. كويس انك فهمت الكلام واختشيت شوية على دمي. بس انا مستغرب، منين الحج محمد يقول لي كلام، ومنين ياخد البت الورور؟ مطلقة هي وتسافروا على سوهاج وتعوموا سوا في مية البطيخ. ذكري انت بورص، الواحد يكسب يخلع الشبشب ويتلفت بيه من على الحيطة. داير تشب في سيرتي وست الحريم، وانت عارف اقدر اقعدك في بيتك بقيت عمرك، ما تطلعش. انت زعلت ليه؟ انت حر تعمل اللي انت عاوزه، واي حد حر. بص يا ابو ذكري، مش هرد على ولا كلمه من كلامك اللي ملوش معنى.
بس لو رجلك خطت بيت اخوي وفكرت في زهرة تاني هخليك تزحف زحف. ولو خطت في سيرتي او سيرة فرح سيرة اي حد من طرف ولو من بعيد مفيش دبشة هتطلع من محجرك لمخلوق. لف عبيتك الواسعة عليك وارجع بيتك. مفهوم؟ مفهوم يا كبير. وكلامك يمشي علي. كل يوم تطلع الصبح وترجع في العشية، هتروح فين؟ هلف في البلد، زهقان. طب ما تشوف شغلك، شوف راسنا من رجلينا، بدل الزهق روح لأخوك، هات حقنا. أخوي ما كلش حقي. افضل قول كده لحد ما واحد فيكم يموت، وساعتها بقى قابلني، لعياله حيدونا حاجة ولا لوحدي حقدر اخد حاجة؟ والله لو مت استريح. تحر في نفسك، مهم حقي وحق بنتي. فاهم؟ مناع. نعم نعم يا عم الحاج. اندالي الولد. المنظرة القديمة خلصت بنا ولا لسه؟ من امبارح بس لسه البياض. طب روح. حاضر. رحت خطبت ده ولا لسه؟ ها؟ يا مين؟ كنت بدر. انتي صدقتي؟ قال قدامك وسكت. لا ما رحتش. ومالك وشك اصفر ليه؟ كمان وشي حعمل فيه ايه؟ اغير لونه ولا ادهنه لون تاني؟ لا غير مرطك وافتح بالتاني. لا انا كفايه علينا الاولين، وانت اللي يتجوزك ما يتجوز عليك ابدا. عجيله حالة زهد في الدنيا كلها.